Hello everyone and welcome to this grammatical lesson. Today we're going to complete with Unit 7 and we're going to focus on grammar. So if you're ready, let's get started. Grammar. Conditional sentences type 2 and 3. رقم الصفحة بيختلف بين الأدبي والعلمي. اليوم رح يكون درسنا عن الجمل الشرطية. Conditional sentences. طبعاً الجمل الشرطية إلهم أربع أنواع. عنا type 0, type 1, type 2, and type 3. اليوم رح يكون تركيزنا على type 2 and type 3 only. النوع الثاني والنوع الثالث. قبل ما نبدأ لازم نعرف إنه الجمل الشرطية بتتألف من جزئين. جزء الشرط بنسميه if clause وجواب الشرط اللي هو main clause. طبعاً حدوث الأول هو شرط لحدوث الثاني، لهيك بنسميها جملة شرطية. إذا ما صار الجزء الأول ما رح يصير الجزء الثاني. إذا إجا جزء if clause ببداية الجملة فبحط فاصلة بعده لأفصل بين الجزئين، ولكن إذا إجا جزء الشرط بالجزء الثاني من الجملة فما في داعي نحط فاصلة، لأن وجود الـ if بيوضح تماماً وين الفصل بين الجملة الأولى والجملة الثانية. وأكيد فينا نبدل بين جزئين الجملة، ممكن نحط if clause بالأول والmain clause بالثاني، أو ممكن نبدل بيناتهم. رح نحكي أول شيء عن الـ conditional sentences type 2. الجمل الشرطية النوع الثاني. شو شكل الجملة؟ شكل الجملة لازم نحفظه كتير منيح. جملة الشرط بيجي معها ماضي بسيط، أما جواب الشرط فبيكون would زائد مصدر. الاستخدام they refer to imaginary situations in the present. نستخدم هذا النوع لما بيكون عندي موقف متخيل بالوقت الحاضر. أنا هلأ قاعدة وعم بتخيل لو كان الوضع الحالي مختلف. For example, if I had enough money, I would buy a Ferrari. أنا حالياً عم بتخيل أنا لو كان معي مصاري كان رح يكون عندي فيراري. إذن عندي وضع متخيل بالحاضر. جزء جملة if بتكون بالماضي البسيط، الجزء الثاني من الجملة بيكون would زائد مصدر. أما الـ conditional sentences type 3، الجمل الشرطية النوع الثالث، فالشكل فيها بيكون if plus past perfect، جملة الشرط بتكون بالماضي التام، أما جواب الشرط فبيكون would زائد have زائد ال past participle، الفعل بالتصريف الثالث. هاي الصيغة لازم نحفظها بصم. إمتى بنستخدمه؟ They refer to imaginary situations in the past. تماماً نفس النوع الثاني، ولكن الوضع المتخيل في الماضي وليس في الحاضر. For example, if I had had enough money, I would have bought a Ferrari. أنا لو كان معي مال بالماضي كان رح يكون عندي فيراري، طبعاً بهداك الوقت بالماضي. Now let's answer the questions. Match each clause from column A with its correspondence in column B. طبعا انتبهوا انه بكلمة column حرف الـ N صامت لأنه سبق بـ M. Column. If you practiced more, your English would improve. I would ring the police if I saw a burglar breaking into my house. If the referee had seen the foul, he would have awarded a penalty kick to our team.
I would build a huge house by the beach. If I won the lottery. If I had had your address, I would have written you a postcard. She wouldn't have arrived on time. If she had taken the bus. Question B. Choose the correct answer, A, B, or C. I. Would be very unhappy if my friends didn't come to the party. إذا كان جزء جملة if بالماضي البسيط، معناها الجزء الأول لازم يكون would زائد مصدر. Your brother wouldn't have found such a nice job if he... hadn't had a university diploma. عنا الجزء الأول would زائد have زائد الفعل بالتصريف الثالث معناها بعد if لازم يجي ماضي تام. If you had come in time, you... wouldn't have missed the lesson. الجزء الأول من الشرط ماضي تام معناها الجزء الثاني لازم يكون would زائد have زائد الفعل بالتصريف الثالث. People wouldn't have crossed the Bosphorus if they... hadn't built these bridges. الجزء الأول من الجملة would have زائد الفعل بالتصريف الثالث معناها الجزء الثاني لازم يكون بالماضي التام. هون منعتمد على شكل الجملة الشرطية. إذا شفنا بالجزء الأول هيك لازم يكون بالجزء الثاني هيك. You would have some money in your pocket if you... didn't spend it so generously. الجزء الأول من الجملة would زائد مصدر معناها الجزء الثاني لازم يكون ماضي بسيط. If I weren't in debt. ننتبه إنه كلمة debt حرف البي فيها صامت لأنه إجا بعده تي. I would quit my job. الجزء الثاني من الجملة would زائد مصدر معناها الجزء الأول لازم يكون ماضي بسيط. Now let's move on to the activity book. رح ندرس القاعدة بشكل منفصل بفيديو تاني. Question 1. Put the verbs in brackets into the correct tense. If I started writing poetry, my English teacher would be surprised. نلاحظ إنه الجزء الثاني من الجملة would زائد مصدر معناها الجزء الأول لازم يكون بالماضي البسيط. People would see my photo everywhere if I... الجزء الأول من الجملة would زائد مصدر معناها لازم نحط ماضي بسيط بالفراغ. فعل be بقدر صرفه was وبقدر صرفه where لأنه عم بحكي عن وضع متخيل. If I was a famous model أو بقدر أقول if I were a famous model
عادة باللغة الإنجليزية الرسمية يفضل استخدام where مع جميع الضمائر، لأن where بتعطي معنى وضع متخيل غير حقيقي. If the family had saved enough money, they... بالجزء الأول من الجملة عنا ماضي تام، معناها بالفراغ راحت would زائد have زائد الفعل بالتصريف الثالث. Would have bought a new flat. The buildings wouldn't have burned to ashes if the firemen. الجزء الأول من الجملة في عنا would زائد have زائد الفعل بالتصريف الثالث، معناها بالفراغ رح حط ماضي تام had come in time. طبعاً لاحظوا إنه if ممكن تجي بالجزء الأول من الجملة أو ممكن تجي بالجزء الثاني بالجملة. إذا أجت بالجزء الأول فبحط فاصلة بالنص لأفصل الجزء الأول عن الجزء الثاني. أما إذا أجت if بالوسط فما في داعي للفاصلة، لأنه واضح تماماً وين الجزء الأول وين الجزء الثاني. If my little sister did something wrong, I'm sure she... عنا الجزء الأول من الجملة ماضي بسيط، معناها رح نحط بالفراغ would زائد مصدر. Would tell me. If the policeman had seen the thief, he... الجزء الأول من الجملة ماضي تام، معناها رح حط بالفراغ would زائد have زائد الفعل بالتصريف الثالث. Would have arrested him. Question B. Complete the following sentences. I would spend every winter in Kasab if... الجزء الأول من الجملة عنا would زائد مصدر، معناها لازم تكون تتمة الجملة بالماضي البسيط. If I had enough money. طبعا هون بالجمل فيكن تكتبوا أي شي بدكن إياه، المهم يكون الزمن صحيح. If Sarah had had enough time. عندي الجزء الأول من الجملة بالماضي التام، معناها الجزء الثاني لازم استخدم would زائد have زائد الفعل بالتصريف الثالث. She would have come to visit us. Jack will buy his son a computer when... Jack رح يشتري لابنه كمبيوتر، طبعا الزمن المستخدم هو المستقبل. Will زائد الفعل بالمصدر، الجزء الثاني لازم يكون بالحاضر البسيط. When he passes his exams. If my car hadn't run out of petrol, I would have arrived on time. Jane would have attended her friend's birthday if... الجزء الأول من الجملة فيه would زائد have زائد الفعل بالتصريف الثالث، معناها الجزء الثاني من الجملة لازم يكون بالماضي التام. She had been in town. Unless Caroline's car had broken down. الجزء الأول من الجملة ماضي تام، معناها الجزء الثاني لازم يكون would زائد have زائد الفعل بالتصريف الثالث. She would have given you a ride. Question C. Rewrite the following sentences using conditionals type 2 or 3. I went to bed late last night, so I was tired the following day. منلاحظ انه زمن الجملة ماضي، عنا الدلالة last night.
معناها رح نستخدم النوع الثالث لأنه عنا وضع متخيل بالماضي. If I had gone to bed early last night, I wouldn't have been tired the following day. I want to ring a friend now, but I don't know her phone number. الجملة بزمن الحاضر عنا الدلالة now، معناها رح استخدم الجملة الشرطية النوع الثاني، عنا حدث متخيل بالحاضر. If I knew my friend's number, I would phone her now. أو ممكن نبدل بين جزئين الجملة. I would phone my friend if I knew her number. The poor man couldn't build his house because the officials stopped him. زمن الجملة بالماضي معناها رح استخدم الجملة الشرطية النوع الثالث، عندي حدث متخيل بالماضي. The poor man could have built his house if the officials hadn't stopped him. أو ممكن نصيغ الجملة باستخدام unless. The poor man could have built his house unless the officials had stopped him. ممكن كمان نبدل بين جزئين الجملة. Unless the officials had stopped the poor man, he could have built his house. Unless تحمل معنى النفي، لهيك بشيل النفي من الجملة. Our team didn't win the match, so they didn't move up. زمن الجملة بالماضي عنا وضع متخيل بالماضي، فنحن نستخدم النوع الثالث. If our team had won the match, they would have moved up. Christine isn't on holiday in Italy because she's in hospital now. زمن الجملة حاضر عنا الدلالة now، نستخدم الجملة الشرطية النوع الثاني. If Christine were on holiday in Italy, she wouldn't be in hospital now. طبعاً بقدر استخدم was وبقدر استخدم where لأنه عندي وضع متخيل. التنتين صحيحين، أنتوا بتختاروا واحدة بس وبتكتبوها. The streets in our town are very crowded, so I can't drive my car. زمن الجملة بالحاضر معناها عنا وضع متخيل بالحاضر، بستخدم جملة شرطية نوع تاني. If the streets in our town weren't so crowded, I could drive my car. أو ممكن استخدم unless. Unless the streets in our town were so crowded, I could drive my car. إذن لازم نكون حافظين شكل الجملة بكل نوع. حسب الدلالات بستخدم النوع. That's everything for today. Thank you for your time. See you next lesson.